اكيد فنان كبير وعنده ستيل ديالو وعنده جمهوره اللي كيتبعو. اكيد كفنان مغربي ما غاديش نقبل هذوك المشاهد يكونوا في الكليب ديالي، نهضر على راسي انا. ومن الاحسن ومن الافضل ما يكونوش هاد الحوايج في هاد الكليبات، لان الكليبات ديالنا اليوم ولا كيدخلوا للدار ولاو كيشوفوهم الصغار ويشوفوهم الكبار، فمن الاحسن ما يكونوش هاد الشيء ونحترموا الفن ونحترموا التمغربي ديالنا والدين ديالنا، والتوفيق للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.